السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. موضوع حلقتنا النهاردة، احد المتابعين ليا قال لي ام حمزة ان هو النهاردة اليوم ال13 ليه لوضع البيض في الفقاسة، ايه الاحتياطات اللي يعملها علشان باذن الله يضمن طلوع السمان من البيض. طبعا زي ما احنا عارفين يا جماعه ان احنا اول 3 ايام من وضع البيض ما بنقلبش البيض، ولكن من اليوم الرابع بنبدا نقلب البيض معانا كل 6 ساعات طبعا. واحنا من اول يوم من وضع البيض بنرش البيض، لكن من اليوم ال13، اليوم ال13 لوضع البيض ده يا جماعه بيبقى اخر يوم للتقليب البيض معانا. طيب احنا بنوقف تقليب، ولكن ما بنوقفش رش البيض بتاعنا يا جماعة في الفقاسة علشان نزود نسبة الرطوبة. احنا كنا بنقلب البيض كل 6 ساعات، يبقى كل 6 ساعات هنرش البيض بتاعنا فيه مية. خلاص كده يا جماعة. طيب في سؤال تاني بيقول لي ام حمزة، السمان بيرقد على البيض. انا عملت حلقة مفصلة عن الكلام ده قبل كده، ولكن بكرر للناس برضو اللي مش شافتش الفيديو ده قبل كده واللي لسه بتشوفنا لاول مرة. السمان بتاعنا يا جماعة السمان المصري سمان مستنسخ، سمان هجين، ما ينفعش ابدا يرقد على البيض، لان ما هواش السلالة اصلية. السلالة الاصلية اللي بتيجي من بلدها مهاجرة دي بترقد، لان هي بتبيض من مرتين في السنة ل3 مرات، كل مرة بتبيض فيهم من 12 ل13 بيضة، بعد كده بترقد على البيض. طبعا احنا عندنا السمان المصري ده بيبيض كل يوم بمعدل بيضة، وطول ما السمانة الام معانا فيها عنقود للبيض عمرها ما هتنفع ترقد على البيض نهائي نهائي. ناس كتير جربت وفشلت. علشان السمان يبيض معاك على البيض لازم يكون عندك سلالة اصلية، ولازم تهيئ لها الجو اللي هي كانت اصلا متربية فيه ومتعودة ان هي ترقد فيه على البيض. تعالوا كده نشوف مع بعض الفقاسة بتاعتي. انا النهاردة برضو اليوم ال13 اللي وضع البيض فيها، النهاردة اخر يوم للتقليب عندي، بس ان شاء الله مع كل تقليبة بيض من بكرة، مع طبعا احنا نوقف البيض النهاردة، في ميعاد كل تقليبة بيض هرش البيض بتاعي بالبخاخة علشان ازود نسبة الرطوبة. طبعا ما ننساش يا جماعة حاجة اساسية خالص، وجود المية في الفقاسة، خلوا بالكم منه. ما ينفعش المية تبقى قليلة، وما ينفعش المية ما تكونش موجودة، لان لو ما فيش مية في قلب الفقاسة الكتكوت هيتخنق جوه البيضة، والبيضة هتنشف عليه ويموت. تعالوا كده نشوف مع بعض الفقاسة بتاعتي. زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعة، الفقاسة بتاعتي هي المنزلية، فصلة درجة الحرارة على 37.8. طبعا بكرة ان شاء الله هقلل درجة الحرارة 3 درجات، هتبقى 37.5. اخر 3 ايام هيبقى اليوم ال14 وال15 وال16، اللي هو المعروف فيه ان البيض بيطلع في اليوم ال16 لل17، ممكن لل18 يوم يطلع فيه البيض. زي ما انتم شايفين هي فصلة اهي. طبعا ان شاء الله النهاردة اخر يوم للتقليب معايا، وحتة الورق الحائط ده يا جماعة احنا كنا عاملينه كده بس عشان يحبس الحرارة جوه والرطوبة، لان كان الباب بتاعي موارب بيخرج كل الحرارة برا، وكان بيحصل عندي فقد للبيض كتير. زي ما انتم شايفين البيض بتاعه يا جماعة، والمية خلوا بالكم منها باستمرار يا جماعة، المية تحت اهي في الصاجة اللي تحت، ان هي تكون مليانة باستمرار، ما ينفعش ان هي تجف، لان لو جفت معانا المية داخل الفقاسة والبيض محتاج معانا رطوبة باستمرار، الكتكوت هينشف عليه الزلال بتاعه والصفار، ويتخنق ويموت جوه البيضة. فالرطوبة دي بتعمل عملية سهولة لحركة الكتكوت جوه البيضة، علشان بإذن الله نضمن بفضل الله ان هو يطلع معانا بكل سلاسة وكل بساطة بإذن الله، مبقاش فيه خسائر عندنا. طبعا ببخاخة عادية خالص يا جماعة، بخاخة مية اهي، بخاخة عادية خالص، بنبخ البيض بتاعنا كل تقليبة على البيض اهي يا جماعة، حاجة بسيطة خالص مش بنغرق. طبعا احنا بنوقف التقليب بداية من يوم ال14 طبعا، بس في ميعاد كل تقليبة بنحاول ان احنا نرش البيض بتاعنا رشة خفيفة من المية، وما ننساش وجود المية معانا في الفقاسة علشان بإذن الله نزود نسبة الرطوبة عندنا في الفقاسة. وان شاء الله بإذن الله
لما تطلع معانا الصيصان باذن الله هوريكم برضو ان شاء الله طلعها وطلع لنا نسبه قد ايه، لان احنا متخوفين ان شاء الله باذن الله يطلع لنا يا رب نسبه كويسه من نسبه الخصوبه في البيض، لان احنا كنا عاملين تفقيسه قبل كده في الفقاسه وما طلعناش غير كتكوتين والباقي البيض كله كان لايح، فاحنا بندي التفقيسه التانيه للبيض بنفس الذكر برضو، وان شاء الله ربنا يكرمنا يا رب ويطلع معانا البيض المره دي. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، ويا رب تكون حلقتنا عجبتكم ونالت رضاكم، وما تنسوناش بفضل دعائكم الكريم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.